عليكم. اليوم نروحوا لولاية تعميلة لنقف على الأشغال تاع المحول الأرضي على مستوى بلدية غارم غوغا، واللي سوف يكون هذا المحول الضخم في ولاية مويلة سوف يكون نقطة الانطلاق للطريق السريع لرقيد الأشغال، واللي سوف يربط إذن مدينة مويلة بطريق سيار الشرق غرب على امتداد حوالي 60 كيلومتر. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول مستوى تقدم الأشغال بالمحول الأرضي ما يسمى بتريمي المتعدد فيه دي بروتال، يعني فيه عدة اتجاهات. إذا الأشغال راهي يعني تقرب النهاية تاعها، ومن إنجاز طريقة شركة سيرور أست، شركة جزائرية مختصة في إنشاء المنشآت الفنية. إذا نترككم تتابعون هذا الفيديو حول هذا المشروع، والسلام عليكم. هادو راه غادي يفوزيو لي فوز مالو جاي باش يخطو.